وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين مجددا. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين مجددا، وعودة إلى ضيفنا الأستاذ عبد العزيز العويد ليكمل معنا هذه المسيرة الجميلة حول اللطائف والغرائب أو المواقف والعبر والقصص التي واجهته في الحج أو عبر التاريخ. تفضل أستاذ عبد العزيز. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أذكر موقف اللي عائشة رضي الله عنها، عائشة مرت لما حجت مرت بقبر أخيها عبد الرحمن فبكت وأنشدت قول الشاعر وهو متمم بن نويرة وهو يرثي أخاه مالكا، وكان مالك قد قتله خالد رضي الله عنه في حروب الردة. ولما ذهب متمم إلى العراق وجد قبرا فبكى عنده، فقيل له لما تبكي؟ قال هذا قبر أخي مالك. فقيل له إن قبر مالك ليس هنا في نجد. فأنشد قائلا لقد لامني عند القبور على البكاء، رفيقي لتذرى في الدموع السوافكي، أمن أجل قبر بالملا أنت نائح على كل قبر أو على كل هالك. وقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك؟ فقلت له إن الشجا يبعث الشجا، دعني فهذا كله قبر مالك. عائشة تمثلت بقول آخر لمتمم بن نويرة يرثي أخاه مالكا لما رأت قبر أخيها وكيف كانت علاقتهما حميمة جدا، ثم فرق الموت بينهما فأنشدت وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهط كسرى وتبع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نمت ليلة معا. لفتة تاريخية سريعة قبل لا نذكر قصة أخرى، قول متمم وكنا كندمان جذيمة، الندمان معروف النديم، النديم الصديق، جذيمة هو جذيم الأبرش، جذيمة على وزن فعيلة على الصحيح، وهو أبرص، لكنه لجلالة قدره وملكه وجاهه كان العرب يهابون أن يلقبوه بالأبرص فلقبوه بالأبرش. كان ملك الحيرة من جهة مملكة إمبراطورية فارس في العراق، ثم تولى بعده المناذرة، لا تولى بعده ابن أخته عمرو بن عدي أو عمرو بن حجر الذي هو جد المناذرة. هذا الجذيمة الأبرش من كبره وتيهه لا ينادمه أحد، يشرب الخمر ثم يصب كأسين على الأرض ويقول لا ينادمني إلا الفرقدان النجمان. وفي يوم من الأيام فقد ابن أخيه عمرو بن حجر، قيل استهوته يعني خطفته الجن، فخرج رجلان من أهل الحيرة يقال لأحدهما مالك وعقيل ووجدا عمرا فأخذاه وقد طال شعره وأظافره، ووجدا خيمة امرأة أعرابية يقال لها أم عمرو فجلست لتصب لهما الخمر، وكان العرب قديما يصبون الخمر على جهة اليمين، يناولون اليمين فاليمين، الأيمن فالأيمن. فلما رأت هيئته مع أنه ولد ملك هو لم تعطه، أعطت الرجلين. فأنشد قائلا قيل له وقيل لغيره، قيل طبعا لعمر بن عدي التغلبي أن هذا البيت له، وقيل لعمر بن حجر، قال صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين. فقالت من هذا؟ قال هذا ابن أخت جذيمة الأبرش. قالت رحت وطي يعني رحت. جميل جميل. فالمهم راحت عادي جملته ودخلوا على عمرو بن على جذيمة الأبرش، فقال قال له جئناك بالبشرى، قال إن كان عمرا وإلا فلا، قال هو عمر، قال سلاني، قالوا نسألك مرافق منادمتك. فنادماه 40 سنة ما أعاد عليه حديثا قط، وهذا يدل على شدة معرفتهما بالعرب. فرق آخر 20 ثانية وانت بتنتهي، فرق بين من يقول نسألك منادمتك وبين ربيع بن كعب الأسلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم لما خدم النبي عليه الصلاة والسلام وجاء بوضوئه فقال له سلني، ما قال مرافقتك في الدنيا، قال مرافقتك في الجنة، فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود، كل واحد يكثر من الصلاة والسجود لله ليتأكد بأنه سيكون رفيق الحبيب
صلى الله عليه وسلم في الجنة. الحقيقة أن الرحلة ممتعة معك أستاذ عبد العزيز، نتمنى أن لدينا متسع، ولكن إليكم أعزائي المشاهدين إن أزف وقت الرحيل وانتهت الحلقة من هذه المشاعر المقدسة، إليك أيتها المشاعر المقدسة، تعطلت لغة الكلام وخاطبت عيني في لغة الهوى عيناها. أعزائي المشاهدين، كنتم معنا في هذا المشعر العظيم في منى، ويا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي. شكرا لكم لطيب المتابعة، نعود إليكم مجددا بعد هذه الإطلالة في إطلالات أخرى من خلال تغطيتنا لهذا الموسم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.